الدراسات العلمية تقول بين الوجبة والوجبة الأخرى يجب على الأقل أن تكون من 5 إلى 6 ساعات. أه. وأيضا الحاجة الأخرى السناك أو الوجبات البينية أو الوجبات الخفيفة، أرجوكم هذه ترى قضية في غاية الأهمية. الآن الطعام متوفر بشكل كبير خلال اليوم كامل والليل، أصبحنا 24 ساعة نأكل. الثلاثة وجبات هذه يجب أن لا يكون بينها وجبات بينية. السناك هذا يجب خاصة الناس اللي يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أو الناس المهيئين لزيادة الوزن وخاصة الأطفال، يجب أن تكون الوجبات ثابتة، الوجبات الكبيرة ما في بينيات. طبعا أنا لا أتحدث عن فئة معينة من المرضى، في بعض المرضى يحتاجون أنهم يأكلون على موعد الدواء معين، أو الناس المصابة بداء السكر حتى لا ينخفض سكر الدم يجب أن يأكلون وجبات متتابعة. أنا لا أتحدث عن فئة معينة، إنما أتحدث بشكل عام. إذن الثلاثة وجبات هذه الأساسية ما بينها يفترض. طيب. الأسناكس يا عبد العزيز.